أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من السوبر في عالم تاني في وقت تاني. كان في منتخب مصر وفي الدوري المصري مجموعة لعيبة موهوبة، كان في جيل ذهبي، جيل ذهبي كان فيه أبو تريكة، جيل ذهبي كان فيه بركات، وجيل ذهبي كان قوي جدا جدا في الإسماعيلي، كان على رأسه النجم محمد حمص. محمد حمص لفترات طويلة جدا جدا كان محط أنظار كل الأندية المصرية. لما بتيجي بتضرب مثال للانتماء بجد، للحب بجد، مش اللي هو الكلام اللي حضرتك بتتابعوه أو بتعرفوه، أو أنا آسف في التعبير المايس اللي بيبقى موجود في كرة القدم، هتلاقوا ده موجود في محمد حمص. قلت في المقدمة في بداية البرنامج وما زلت مصر عليها الحقيقة، لأنه من ساعة ما قلنا إنه كابتن محمد حمص ضيفنا وكل التعبيرات أو كل الردود أفعال حضراتكم جاية في نفس النطاق، محترم المؤدب الاخلاق، بالاضافه الى ادائه العالي جدا جدا في الملعب. خلونا نرحب بضيفي الكريم العزيز اللي مشرفنا ونورنا النهارده، كابتن محمد حمص، نجم النادي الاسماعيلي السابق ومنتخبنا الوطني وصاحب الراسيه العظيمه في مرمى بوفون في ايطاليا. كابتن حمص اهلا وسهلا بيك، وحشنا جدا جدا جدا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، وانا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي، وانا سعيد ان انا متواجد معاكم في برنامج السوبر، وان شاء الله تبقى يستمتع جميع المشاهدين بالحلقه ان شاء الله باذن يعني الله. بص، الكلام قليل جدا قدامك، والكلام قليل جدا قدام حجمك وقدام تقديرك للناس وقدام شعبيتك كمان وجماهيريتك. مفيش حد ما بيحبكش، الاهلاويه بيحبوك من فضل والزملكاويه ربنا الحمد بيحبوك لله. والاسماعيلاويه بيحبوك، ودي فضل ونعمه، وانت من القليلين جدا في مصر اللي عرفت تعمل ده. طبعا يعني ده فضل ونعمه من ربنا ان الناس تجتمع على حبك وكده، وانا بذلهم نفس الحب، وربنا يكرم الجميع ان شاء يا الله رب كده. اللهم امين. السوبر محمد حمص مشرفنا ومنورنا في السوبر. لم يكن يوم 18 من شهر يونيو عام 2009 يوما عاديا بالنسبة إليه، كان يوما فارقا في مسيرته الكروية، فأمام أكثر من 52 ألف متفرج ملئ بهم أرجاء مدرجات استاد أليس بارك بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، ارتقى محمد حمص فوق الجميع ليسدد برأسه كرة ذهبت على يمين الحارس الأسطوري بوفون لتهز شباك المنتخب الإيطالي بهدف تاريخي لن يمحى من ذاكرة كرة القدم المصرية والعالمية. هدف كتب اسم محمد حمص بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم. الأخيرة بالزمن، شوط الضغط الأول، كرة 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 كرة، الله الله الله، صوتي راح، الله 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 الله، الله عليك يا حمص، الله عليك يا حمص، الله عليك يا حمص، الله عليك يا مصر، يا مصر يا أم الدنيا، يا مصر يا أم الدنيا، فعلا حمص يا فعلا، وقلبي مخاب، وبالطبع الهدف يأتي. الموهوب الخلوق محمد سليمان حمزة، وشهرته محمد حمص من مواليد الأول من يناير عام 1979، هو أحد أبرز من ارتدوا قميص النادي الإسماعيلي عبر تاريخه، قدم مسيرة طويلة مدججة بالنجاحات والأهداف والبطولات وحسن السمعة وعشق الجماهير. لعب 769 مباراة مع فريق الإسماعيلي خلال الفترة من عام 1997 حتى 2014، ثم انتقل لنادي وادي دجلة الذي خاض معه أكثر من 20 مباراة في موسم 2014-2015. وقد كان حمص دوما مثالا للاعب الموهوب شديد الالتزام والتواضع والتفاني والولاء لناديه والحرص على زملائه. حقق لقب الدوري الممتاز مع الإسماعيلي في موسم 2000-2001، حيث كان أحد أعمدة الجيل الذهبي للدراويش، كما شارك في تتويج فريقه بلقب كأس مصر عامي 97 و2000. أحمد فكر الصغير حمص، وبعد هذه السنوات من العطاء قرر عن عمر ناهز 36 عام أن يتخذ قرار الاعتزال، وذلك احتراما منه لتاريخه بعدما فشل في العودة للإسماعيلي، لكي يختتم مسيرته في المكان الذي بدأ فيه. اليوم يفتح الفتى الذهبي قلبه
ويحكي تفاصيل مسيرته في السوبر مع إبراهيم فايق. انت فين يا نجم؟ انا موجود والله، يعني بعد قرار الاعتزال فضلت ان انا اني يعني افصل ما بين بقى الواحد هو لاعب وانا يعني اخد مجال التدريب وكده، ففضلت السنه دي ان الواحد يقضيها مع اهله، لان انت عارف لعيب الكوره معسكرات وسفر وبطولات. انت لسه فت اهو، لسه بلعب. انت شكلك بتلعب يعني. بلعب يعني محافظ على نفسي وكده، وبلعب خماسي. يعني فضلت، يعني رغم ان انا الموسم ده كنت ممكن اشتغل وكده وفي نادي الاسماعيلي وعرضوا عليا، لكن فضلت ان انا طبعا موضوع التدريب موضوع مش زي ما انت لاعب، انت لاعب انت مسؤول عن نفسك بس، لكن انت كمدرب او كمدير فني مسؤول عن 30 لعيب وبتتعامل مع اعلام ومع اداره ومع جماهير، فالموضوع مختلف خالص. يعني محتاج ان الواحد لازم يثقف نفسه كويس جدا، محتاج ان هو ياخد دورات تدريبيه، محتاج ان هو يحتك. ففضلت ان انا يعني الموسم دوت او السنه دي ان انا افصل ما بين، لان الموضوع محتاج ان انت تفصل ما بين وانت لاعب وانت كمدرب يعني. فزائد ان الواحد قضى اكتر من 28 سنه و27 سنه في مجال الكوره كلاعب، فاهلك ليهم حق عليك، اولادك ليهم حق عليك. انت كنت حارب نفسك، انت من اللعيبه اللي طبعا انت كلاعب بتضحي بحاجات كتير بقى، يعني السهر والاكل واهلك ومعسكرات واصحابك، فالواحد كان محتاج ان هو لازم يعمل يفصل ما بين يعني السنه ديت، وان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله الواحد يكون موجود ان شاء الله في مجال التدريب باذن الله ان شاء الله. اشمعنى مجال التدريب؟ ليه ما فكرتش في حاجه تانية غير التدريب؟ والله انا حابب الموضوع الفني. الاداره مثلا؟ يعني انا حابب الموضوع المجال الفني اكتر، يعني اكتر من الاداره، وحاسس ان انا لاقي نفسي فيه يعني ان شاء الله. ولا التحليل ولا الاعلام؟ لا والله يعني دي ممكن تبقى خطوه بعد كده، لكن انا يعني خد بالك قليلين برضو نجوم النادي الاسماعيلي اللي خلصوا في الفتره بتاعتكم واتجهوا للتحليل، قليلين مطلوبين يعني اقصد يعني. اكيد مفيش شك في الموضوع ده. لا يعني بفكر فيه، بس انا كل تفكيري دلوقتي التدريب وكده، يعني مركز في حكايه التدريب اكتر مجال الاعلام. يعني عايز اعرف انه في جزئيه كده معينه في لعيبه قليله جدا جدا تمسكت بفانيله النادي الاسماعيلي قدام اغراءات كتير، انت كنت واحد من النجوم، سر تمسكك ايه بالنادي الاسماعيلي طوال الفتره اللي كنت موجود فيها، وايه اللي حصل في اواخر علاقتك بين النادي الاسماعيلي دفعك للانتقال لدجله؟ النادي الاسماعيلي ده نادي كبير جدا وكيان كبير جدا وليه جمهور في كل مكان. النادي الاسماعيلي فعلا سر تمسك الواحد بالنادي الاسماعيلي، انا نشات في النادي الاسماعيلي منذ الصغر، يعني وانا عندي 8 سنين وانا في النادي الاسماعيلي. 8 سنين؟ اتربيت في النادي الاسماعيلي، حياتي كلها قضيتها في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، يعني انه وصلني للشهره ووصلني لكل اللي انا فيه. فعلا تستمتع وانت في النادي الاسماعيلي، يعني تستمتع باللعب، تستمتع بالجمهور، يعني جمهور عاشق وجمهور ذواق جدا، ويعني لدرجه ان هو يقول لك ممكن تبقى خسران بس اهم حاجه ان انت تأدي، يعني اداء يستمتع بيه، فدي خلت الواحد متمسك بالنادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي نادي كبير، كيان كبير، شرف لاي لعيب ان هو يلعب في النادي الاسماعيلي. طيب ايه اللي خلاك تمشي من دجله؟ لا انا مشيت غصب عني من النادي، انا ما كنت حابب ان انا يعني اختم حياتي في النادي الاسماعيلي، لكن مشيت غصب عني وكانت ظروف اقوى مني. ايه بقى اللي ده تساله مجلس الاداره دلوقتي؟ تتكلم بقى لمجلس الاداره. يعني هو عامه اي لعيب بتجيله فتره او بيوصل لمرحله خلاص، يعني وصل لسن متقدم شويه في السن، خلاص يعني سمعت حاله ان انت خلاص يعني تعتزل وكده، لكن ما حدش يجبرك على الاعتزال، يعني هو انت تاخد قرار، انت قرار، انت صاحب قرار نفسك وكده. يعني انت حصل معاك، كان بيحصل معاك حاجات في نادي الاسماعيلي، ان انت تبطل، عدم لعبك، مدير فني بيحاول ان هو يزهقك، فكل ده حصل معاك. مين اللي كان بيزهقك؟ كان ساعتها كان ماسك ريكاردو. ريكاردو
يعني هو كان ريكاردو في اول سنه جه فيها النادي الاسماعيلي 2008 2009 كان كل كبير وصغير كان بياخد رايي فيها، يعني كويس. يعني حول الفرقه وكده. لقيت الوضع مختلف خالص في المره التانية، يعني ابقى كويس ما بيلعبنيش، ما بيدينيش فرصه، يديني 5 دقائق 10 دقائق. حسيت الموضوع مختلف، حتى انا روحت كلمته يعني قلت له الموضوع، انا حاسس الموضوع مش فني، يعني لو فني انا اتقبله ايه كده. القصه؟ يعني انا ببقى كويس وبادي ومع ذلك انت بتبعدني يعني وكده. فحسيت ان هو يعني طريقته مختلفه معايا في التعامل، حسيت الموضوع متوجه، يعني في توجه في الموضوع يعني. مين اللي وجهه؟ اكيد الاداره، الإدارة. الاداره اكيد يعني. لكن مش ده موضوعنا، انا خلاص يعني هو لحد دي خطوه بس ومرحله زعلت ان وعدت. انت مشيت من الاسماعيلي. اكيد طبعا، ده بيتك اللي انت اتربيت فيه وقضيت عمرك كله فيه في نادي اسماعيلي، وكنت اتمنى ان انا اختم حياتي في نادي الاسماعيلي، لكن الحمد لله يعني يكفيني حب الناس وان الناس بتقدرك والناس بتحبك، وده يكفي يعني ان الناس كلها كانت زعلانه عليك، كان نفسها ان انت تختم حياتك في نادي الاسماعيلي، والحمد لله يعني حب الناس ده اكبر شيء واحسن شيء. يعني انت بتقابل الناس والناس بتبقى زعلانه، انت ليه يا كابتن خدت قرار، استعجلت ليه في القرار، كان لازم تعتزل في النادي، لازم ده حقك لكن الحمد لله يعني انا مبسوط طبعا. انا يكفيني الجمهور، يعني جمهور الاسماعيلي. افضل فترات النادي الاسماعيلي بالنسبه لك قضيتها كانت ايه؟ والله انا قضيت يعني افضل يعني افضل فترات فترات من 98 ل 2009. ل 2009 يعني احسن حاجه. دي من اجمل فترات حققنا فيها بطولات، بننافس دايما على البطولات سواء افريقيه او محليه، بننافس واحرزنا بطولات فيها، ونادي اسماعيلي كان عامل اسم يعني الناس كلها كانت بتستمتع، يعني حتى تلاقي يعني جمهور نادي الاهلي بيشجع الاسماعيلي، صحيح. بيحب يتفرج على الاسماعيلي، جمهور الزمالك بيحب يتفرج على الاسماعيلي، الوطن العربي كله، افريقيا. ف وانتوا ليه ما بيعشلكوش نجوم؟ يعني ليه يعني على مدار الفترات اللي فاتت ديت، لو فرقه النادي الاسماعيلي دي كانت كتله واحده ما كانتش اتفرقت، والسواد الاعظم منها ما كانش راح للنادي الاهلي، ما كان زمان دلوقتي النادي الاسماعيلي عمال بياخد في بطولات كتير. ولا هي الفكره ما هياش فكره لعيبه بقدر ما هو المقومات الماديه كانت فارقه جدا مع النادي الاسماعيلي حتى ولو اللعيبه دي كانت كملت؟ اكيد مفيش شك المقومات الماديه ليها دور، انك انت ما عندكش موارد ثابته، وكل اللي بيجي اول تفكير ليه البيع، ان كل ما تكون فرقه كويسه، وانت عارف حضرتك يعني مع بال ما بتكون فرقه محتاج لك من 3 ل 4 سنين، يعني كل ما من 3 4 سنين ثلاث يطلع اربع سنين فبتضطر ان انت تبيع نجم ولا نجمين او 3 من عندك عشان خاطر تقدر تصرف على النادي، ودي مشكله انا شايفها، دي اكبر مشكله بتواجه النادي الاسماعيلي، ان عدم وجود موارد ثابته. يعني انت فعلا لو في موارد ثابته نادي اسماعيلي كان وضعه بالنسبه للبطولات كان وضع مختلف خالص. يعني عايز اسالك سؤال كده دايما الناس بتعدي عليه، نادي الاسماعيلي فيه خلطه ما يحسهاش غير ولاد البلد وما يحسهاش غير اللعيبه اللي موجوده في ارض الملعب. انتوا بيروح لكم لعيبه واحد بيشوفها قبل ما بتبقى عندكم في الاسماعيلي بتبقى شيش بيش على قدها، بتتحط عندكم في الاسماعيلي بتبقى لعيبه غير طبيعيه، فجاه مره واحده بيبقوا حريفه، فجاه مره واحده بيبقوا منسجمين جوه الكوره، والاداء خلطه كده غريبه تخليهم من نجوم الدوري المصري، وفجاه بتلاقيهم بيتنقلوا اهلي وبيتنقلوا الانديه وبعدين يروحوا المنتخبات الوطنيه. ايه اللي في نادي الاسماعيلي غير اي نادي تاني؟ السهوله اللي اللعيبه بيدخل فيها، المفرمه بتاعتكم في النادي الاسماعيلي يطلع من الناحيه التانيه لعيب جامد؟ لا والله، هي الموضوع يعني بالنسبه للعيبه بتيجي بتتاقلم وادائها، هو لعيب يعني ما ننكرش اللعيب طبعا، يعني اللعيب عنده الموهبه، لكن ممكن اللعيب اداؤه او مستواه بيزيد ويبقى شكله مختلف مع النادي الاسماعيلي. اعتقد ده يعني راجع ان انتوا بتلعبوا كوره حلوه، يعني انتوا ده بتمتعوا نفسكم، يعني انتوا بتمتعوا نفسكم بتمتعوا الجماهير، وبالتالي بتساعدوا اي لعيب يبقى متحرر من اي ضغوط. بالظبط، بيتهيألي يعني الجمهور نفسه يعني زي ما قلت لحضرتك، جمهور ذواق وجمهور بيحب يستمتع بالكوره، فده بيدفع اللاعبين ان اللعيبه لازم تأدي وتأدي بشكل كويس، وان الجمهور لازم يستمتع. ده بيرجع برضه لقطاع الناشئين، عندك قطاع الناشئين نفس الحكايه برضه، بس بتطلع من قطاع الناشئين دلوقتي انت بتطلع لعيبه لكن مش زي الاول، مش يعني زي الاول، مش زي الاول. يعني انت كان عندك لعيبتك على مستوى منتخب الناشئين او منتخب الشباب او منتخب الاولمبي،
عندك بالثلاث اربع لعيبه في كل المنتخبات وبيلعبوا اساسيين وبشكل اساسي. عندك يعني انا شايف برضو احنا عندنا في ناشئين كويسين موجودين في الفريق الاول وفي القطاع برضو، يعني مبشرين ان شاء الله ويبقى ليهم دور الفتره اللي جايه. عندنا في لعيبه كويسه وفي من قطاع الناشئين طالع لعيبه كويسه، يعني زي عمر الوحش، زي متولي، عمر وحش لعيب محمد جامد. فتحي جامد جدا بصراحه. في لعيبه كويسه، احمد هاني. ما مشيتش ليه من نادي الزمالك، من نادي الاسماعيلي عفوا، في اي فتره من فترات وما رحتش اي نادي من الانديه الثانيه زي الاهلي زي الزمالك؟ والله ولا ما اتعرضش عليك؟ انا شايف نادي الاسماعيلي لا يقل عن نادي الزمالك والاهلي، عنده يمتلك جمهور، عنده يمتلك مقومات البطوله، نادي كبير، كيان، يعني تستمتع وانت موجود في نادي الاسماعيلي، يعني بتلعب بتنافس على كل البطولات، هتمشي ليه من نادي وعندك جمهور. فانا شايف لا، نادي الاسماعيلي لا يقل عن نادي الزمالك، وكامل الاحترام لنادي الاهلي ونادي الزمالك. شايف ليه انا يعني ساعتها كنت شايف انت هتسيب نادي اسماعيلي هو الاحتراف الخارجي، يعني الاحتراف الخارجي. لانك انت في نادي كبير وجمهور بس جمهور الامور كبير. الماديه مش احسن حاجه. والله انا كنت شايف الامور الماديه في نادي الاسماعيلي مرضيه بالنسبه لك؟ الامور كانت كويسه، يعني النادي الاسماعيلي كانت عقوده برضه في الفتره دي العقود كويسه، يعني مش يعني قريبه من الاهلي والزمالك. وانت نجم هناك في الاسماعيلي ومرتاح وخلاص بالنسبه لك؟ بالظبط، انت مستمتع، يعني عايش مستمتع وكده، فايه اللي يخليك تسيب نادي اسماعيلي؟ عندي اسئله ليك كتير جدا على الهاشتاج بتاعنا السوبر اندرسكور محمد اندرسكور حمص. لو جاهزه معانا يا جماعه هنا على الشاشه ماشي، لو عايزيني من هنا اقراها قولوا لي. طيب امجد يونس بيقول لك ما لعبتش ليه في الاهلي يا كابتن مع ان في لعيبه كتير من الاسماعيلي لعبت للنادي الاهلي؟ ده السؤال اللي انا كنت لسه بساله لك. تعرض عليك النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي نادي كبير وليه كامل الاحترام ومن احسن الانديه طبعا، واي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي. لكن انا زي ما قلت لحضرتك اتربيت في نادي الاسماعيلي من صغري، و نادي الاسماعيلي فضل عليا بعد ربنا سبحانه حد وتعالى. حد كلمك كام من النادي الاهلي؟ حصل مفاوضات مباشره بك؟ حصل كلام. في سنه كام؟ كان موسم 2004 2005 حصل. وانت سعد لقاي الفترة دي؟ لا، كان حصل اتصال، كان كابتن حسام البدري وكابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل الله يرحمه. كان انا عقدي خلص كده وفي النادي الاسماعيلي وفضلت ان انت تكمل في النادي الاسماعيلي؟ انا فضلت ان انا اكمل طبعا، ده نادي وبيت اللي انا اتربيت فيه وانا مستمتع في نادي الاسماعيلي. حودة رونالدو بيقول اللعيب الوحيد اللي كان سبب في دمعتي في كرة الهدف في الاتزوري لن ينسى اسماعيلاوي حر. سامح بيقول اكتر اتنين لعيبه بحبهم وبحترمهم وبقدرهم من بره النادي الاهلي حمص وحازم امام الكبير. ده اللي انا كنت بقول لك عليه، ان كل الناس تجمع على حبك. محمد حمص اللي حببني في الكوره اقسم بالله. ده علي بيقول لك انت قاهر الطليان. طارق بيقول نجم الدرويش معلم نص الملعب اللي علم على الطليان وقهر بوفون. احمد بيقول الاسماعيلي ما بقاش درويش من بعد ما مشيت يا كابتن، تواضعك واحترامك وتقديرك لتيشيرت فريقك انت اسماعيلاوي اصيل. في كمان محمد بيقول فاكر الجون يا بوفون. السيد بيقول انا بحبك قوي يا كابتن مشعورك بعد ما احرزت هدف في مرمى ايطاليا، واذا جات لك مفاوضات من نادي الزمالك والاهلي في وقت من الاوقات كنت تختار اي من الاثنين؟ هسالك على شعورك في جون بوفون وجون ايطاليا ده بكل تاكيد، لكن عندي سؤال متعلق بالعلاقه ما بينكم انتوا انت كابتن تاريخ النادي الاسماعيلي. العلاقه ليه دايما علاقه قريبه ما بين الاسماعيلي وما بين نادي الزمالك، وعلى العكس تماما بعيده جدا ما بين النادي الاسماعيلي وما بين النادي الاهلي؟ تقدر تفسر لي سر ده، سر الشحن في الملعب، عصبيه زايده شويه ما بينكم وما بين بعض كلعيبه، رغم ان انا عارف ان انتوا بره الملعب اصحاب وما عندكمش اي مشكله؟ والله ممكن ده يبقى راجع لان اللعيبه اللي انتقلت للنادي الاهلي، يعني اعتقد ده ممكن يبقى سبب ان يبقى في حساسيه شويه بين جمهور النادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاهلي. لكن احنا كلاعبين احنا بالنسبه لنا نادي الزمالك ونادي الاهلي بنحترمهم ونحترم اللعيبه بتاعتهم ونحترم جمهورهم. الاثنين عندنا سواء، يعني دول منافسين لينا، منافسه شريفه. يعني برضه من ضمن الكلام اللي بيتقال دايما ماتشات الاسماعيلي وماتشات الزمالك، في ماتش الاسماعيلي والزمالك اهدى جدا، نادي الاسماعيلي ما بيبقاش عنده اللي يعني ما بيبقاش ناحر قلبه قوي في الماتش، في ماتشات الاهلي نادي الاسماعيلي بيبقى واخد الماتش حياه وموت بالنسبه له وسيف وسكينه. لا والله،
بالنسبه لنا احنا زي ما قلت لحضرتك يعني دول منافسين لينا احنا الاثنين وممكن ترجع للجمهور نفسه يعني فالاحساس ده بيوصل بيوصل للناس لكن احنا كلاعيبه الاثنين زي ما قلت لحضرتك اكتر لعيب وانت كابتن فرقه في نادي الاسماعيلي غضبت قوي انه مشي من نادي الاسماعيلي راح للنادي الاهلي؟ لا هو كل لعيبه بصراحه كل اللعيبه كل لعيبه يعني اكيد طبعا كلهم يعني كنت اتمنى ان هم يستمروا في نادي الاسماعيلي بس مين وانت قاعد كده قالوا لك ده عبد الله السعيد مشي فلان الفلاني مشي فتحي مشي مين اللي كنت بتغضب قوي لما تعرف انه مشي من نادي الاسماعيلي او فاكر اللحظه بتاعتها؟ هو بركات يعني بركات يعني بركات كان بالنسبه للجمهور الاسماعيلي يعني بيعشقوه جدا وكان مؤثر في الفرقه ولاعب كبير و ايه اللي حصل تفتكر ساعتها ايه اللي حصل؟ لا هو بركات يعني كان طلع احترف في قطر قطر صح اعتقد كان قطر وبعدين السعوديه وبعدين رجع على النادي الاهلي كان صدمه بالنسبه لكم يعني طبعا يعني بركات لعيب كبير ولعيب حقق بطولات مع النادي الاسماعيلي ولعيب مؤثر يعني فكان هيفرق مع النادي الاسماعيلي وكل لعيبه صراحه سواء عماد او اسلام او سيد فاكر الماتش ده؟ من الماتشات التاريخية ده الماتشات التاريخية من تحس انت بتتفرج على ماتشات اوروبية يعني ماتش اوروبي يعني ما هو دي بقى هي دي فرقة النادي الاسماعيلي اللي انا كنت بكلمك عليها هي الفرقة دي اللي لو كانت موجودة بكامل هيئتها بكامل نجومها لفترات طويلة كانت كسرت الدنيا كانت اخذت الدوري وكاس وكانت راحت افريقيا عملت كل البدع اللي في الدنيا اكيد بص بقى في ارض الملعب سيد معوض وبركات قول لي بقى صحح لي كده وعمرو فهيم وعمرو فهيم وخميس جعفر وخميس جعفر وعطيه صابر وكابتن محمد صلاح ابو جريشه عماد النحاس نصهم تقريبا راحوا النادي الاهلي عماد النحاس راح النادي الاهلي سيد معوض راح عماد سيد بركات احمد فتحي محمد عبد الله محمد عبد الله يمكن من اللعيبه الغريبه شويه اللي ما تاقلمتش مع الامور في النادي الاهلي يعني كان في النادي الاسماعيلي عامل زي الطياره راح النادي الاهلي ما ظهرش بشكل كويس طيب ليه النادي الاسماعيلي يعني ما كانتش اللعيبه منه بتتنقل لنادي الزمالك بنفس الحجم اللي بتنقل للنادي الاهلي عندك تفسير لده ولا مفيش تفسير؟ مش عارف هو يرجع يمكن يرجع للاعب نفسه يعني يرجع للاعيب نفسه للاعب نفسه هو اختياره يعني طيب خليني ارجع لك تاني واخدك تاني للنادي الاسماعيلي الموسم ده، ايه رايك في النادي الاسماعيلي السنه دي؟ كابتن خالد القماش ووجوده مع الفريق في الوقت الراهن هل فارق ولا لا؟ حقيقه انه عمل ماتشات مهمه جدا، اول مباراه كان بيلعبها قدام نادي الزمالك وقدر يكسب، في مباراه العوده كمان كان بيلعب نادي الزمالك وقدر يكسب. ايه رايك في النادي الاسماعيلي؟ مفيش شك ان النادي الاسماعيلي بدا يمكن الموسم ده بدايه متوسطه مع ميدو وبعدين بدا الاسماعيلي يستعيد تاني مستواه والنتائج بدات تتحسن مع ميدو لغايه ما حصلت المشكله بين ميدو وحسني وميدو قدم استقالته وحصل بقى من هنا التذبذب بقى في الموضوع كان رايك ايه في الموضوع بتاع كابتن حسني عبد ربه وميدو؟ والله طبعا ميدو قيمه كبيره وحسني قيمه كبيره وانا كان رايي ان في الموضوع ده ان ميدو ده مدير فني وحسني ده لاعب رايي ما ينفعش الاثنين يتساووا في كفه واحده يعني لكن مش عايزين يعني نرجع المشكله خلصت وعدت وكده والاثنين اعتقد العلاقه بقت كويسه دلوقتي يعني اثنين نجمين كبار ما كانش ينفع يحصل منهم الاثنين كده لكن الحمد لله الموضوع عدى ونادي الاسماعيلي الحمد لله بدا يستعيد تاني مستواه ومع كابتن خالد قماش يعني كان الفريق ترتيبه في المركز العاشر والحمد لله دلوقتي بقى في المربع الذهبي وشايف ان شاء الله مع كابتن خالد الاسماعيلي ان شاء الله يعمل حاجه كويسه ان شاء الله بس لازم مجلس اداره لازم يدعمه ويسنده وفر له كل احتياجاته يعني حسني قريب منك من اللعيبه القريبه منك حسني طبعا يعني حسني اخويا وصاحبي وحبيبي وحسني قيمه كبيره ورمز كبير في النادي الاسماعيلي اتمنى كل التوفيق الفتره الجايه واتمنى لي كل المسانده من جميع النادي الاسماعيلي ومن الاداره ومن الجهاز الفني لان حسني وجوده في الملعب او خارج الملعب ليه دور كبير جدا مع صبحي طبعا حسني يعني اعتقد محتاج ان هو حسني انا شايف حسني يعني يمكن الناس الفتره دي محتاج ياخد فرصه اكتر في الملعب ولا
ولا شايف انه حسني محتاج ان هو يبعد خلاص عن الملعب كده؟ لا لا حسني بالعكس، حسني دوره كبير جدا ومهم جدا في الفرقه، وحسني محتاج يتعامل نفسيا كويس، محتاج يحس ان فعلا ان كل الناس بتسانده وكل الناس واقفه جنبه. اعتقد ان حسني يعني وجوده في الملعب مهم جدا، هيفرق مع لعيبه كتير جدا. زي ما قلت لحضرتك محتاج ان هو يتعامل نفسيا كويس حسني، واعتقد ان حسني هيسترد مستواه ويبقى احسن من الاول ان شاء الله باذن الله. ويرجع حسني عنده عزيمه واصرار كبيره جدا ان هو يرجع احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واحد من النجوم اللي انا بحبهم جدا على المستوى الشخصي، ولا ما نقدرش يعني ننسى اللي عمله مع منتخبنا الوطني كابتن حسني عبد ربه. هناخد فاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في حوارنا الممتع جدا مع الخلوق المحترم كابتن محمد حمدي.